خدنا البي سي سي والاف سي سيشن الاول بس مش اتغيرت المشكله. اه حد هنا اول مره السيشن حد تاني ولا بس؟ ما هو 10 12 ولا المره دي خدنا البي سي سي حد اول مره يحضر السيشن بتاعه غير ايه؟ 11 12 يعني؟ لا ماشي خلاص. المرة اللي فاتت خدنا في عادة حاجة اسمها ماتيريال أو المادة العادي وقلم إيه؟ وقلم خلايا أو الأسيلس. المادة العادية مش بتصير مكونة من جزيئات صغيرة اسمها إيه؟ اسمها خلايا أو الذات الخلية الأسيلس. بعد كده قدامك السيشن اللي فات جوه الأسيلس موجود إيه؟ موجود الأتومز أو الذرات. المادة اللي عندي محطوطة تحت الميكروسكوب الأول خلية مكونة من جزيئات صغيرة الجزيئات الصغيرة اسمها إيه؟ اسمها يون سيلز أو وحدات الخلية. بعد كده بلاقي الأتومز اللي عندي أو ذرات المادة مخصوصة جوه الخلايا جوه اليون سيل. فأنا السيشن اللي فات خد يون سيل واحدة بس ودرست أنواعها. خدت يون سيل أو خلية واحدة عرفت أنواعها إيه. قلت المرة اللي فاتت اليونت سيل اللي عندي أو الخلية في منها نوعين على حسب شكل الخلية. في عندي كول سيستم في عندي كول سيستم اللي هو نظام مكعبي وفي عندي الهكسجونال سيستم. الخلية اللي عندي في منها نوعين لو جبت أي مادة هلاقي الخلية الصغيرة اللي هي الوحدة التكرارية بتاعت المادة أو اللي هي أصغر وحدة اللي هي في المادة. في منها نوعين في عندي خلية اسمها كول سيستم نظام مكعبي في عندي الاكسجن سيستم. في الكوبيك سيستم قال لي شكل الخليه عباره عن مكعب. في الكوبيك سيستم قال لي شكل الخليه اللي عندي عباره عن كوبيك يعني كوبيك شكلها شكل مكعب. اما في الاكسجونال شكل الخليه عباره عن ايه؟ شكل ثلاثي بشكل اكبر. يبقى عندي بعض العناصر بتكون الخليه الصغيره او الجزيء الصغير بتاعها على هيئه مكعب بالشكل ده كده فبلاقي المادة اللي عندي عبارة عن مكعبات جنب بعض، عدد لا نهائي من المكعبات جنب بعض. في بعض العناصر الثانية بتكون نوع الخلية بتاعتها نوعها إيه؟ هكساجونال أو شكل ثلاثي. عرفنا الكوبيك سيستم السيكشن اللي فات في منه ثلاث أنواع. في عندي الـ SC اللي هو السيمبل كوبيك سيستم، في عندي الـ PCC اللي هو البادي سنتر كوبيك سيستم، في عندي الـ FC اللي هو الفيس سنتر كوبيك سيستم. الثلاثة دول خدناهم المرة اللي فاتت. عرفت ان الثلاثة مشتركين في حاجة واحدة ايه هي؟ اللي هو الشكل، شكل الخلية في الثلاثة عبارة عن ايه؟ عبارة عن مكعب، لأن كلهم من ضمن الايه؟ من ضمن الكوبيك سيستم. أما هنا الهكساجونال عبارة عن خلية واحدة شكلها شكل ثلاثي، الشكل ده كده. بالنسبة بقى للشكل الثلاثي، طبعا السيشن اللي فات عرفت عدد الذرات جوه كل خلية وعرفت العلاقة بين القطر بين قطر الذرة والطول طالع الخلية وعرفت حاجة اسمها الأتوميك باكينج فاكتور معامل الحشو الذري. الكلام ده عرفناه السيشن اللي فات بالنسبه للثلاث حاجات دول. بالنسبه بقى للاكسجونال لو عندي خليه شكلها شكل ثلاثي بالشكل ده كده عندي الخليه بالشكل ده كده قال لي الشكل الثلاثي في عندي ذره في كل ركن مركبي مكعب. الشكل الثلاثي يا باشمهندسين في عندي ذره في كل ركن من اركان الايه؟ المسدس اللي عندي تمام؟ بعد كده قال لي في ثلاث ذرات موجودين في نص الشكل الثلاثي عندي، يعني ثلاث ذرات موجودين جوه الشكل الثلاثي في مستوى واحد، يعني في مستوى واحد؟ يعني مفيش ذره اعلى من ذره، لا الثلاثه في مستوى واحد. موجودين فين؟ في نص الشكل الثلاثي، في نص الارتفاع، جوه الايه؟ جوه الشكل الثلاثي. يعني ارتفاع الشكل الثلاثي عندي يكون ارتفاع اسمه سي. الرمز بتاع الارتفاع بتاع الشكل الثلاثي اسمه سي. طول الضلع على الشكل الثلاثي اسمه ايه؟ يبقى عندي الارتفاع سي وطول الضلع عندي اللي هو طول ضلع القاعده اللي عندي اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ اللي هو اللاتيك كونستانت او اللاتيك بريمتر اللي اتكلمت عليها قبل كده. يبقى عندي ذره في كل ركن من اركان الشكل الثلاثي ارتفاع الشكل الثلاثي اسمه سي طول القاعده اللي عندي يساوي ايه؟ يساوي ايه؟
بعد كده قال لي في ذره كل ربع في عندي ثلاث ذرات موجودين جوه الشكل الثلاثي. الارتفاع كام بقى؟ على ارتفاع c على 2. الثلاثة موجودين في مستوى واحد في نص الارتفاع، جوه الخلية في نص الارتفاع، على ارتفاع c على 2. قال لي في ذرة في مركز الوجه اللي فوق وذرة في مركز الوجه اللي تحت. في عندي ذرة في مركز الوجه اللي فوق وذرة في مركز الوجه اللي تحت، تمام؟ هنا بقى لو حبيت أحسب عدد الذرات يبقى أنا كده خلاص رتبت الذرات بتاعتي جوه الشكل الثلاثي، ذرة في كل ركن، ثلاث ذرات جوه الشكل الثلاثي، ذرة في مركز الوجه اللي فوق وذرة في مركز الوجه اللي تحت. لو عايز أحسب بقى عدد الذرات، هحسبه إزاي؟ في ناس هتروح عاملة إيه؟ هنا في ستة فوق، ستة تحت، 12، ثلاثة جوه، 15، وواحدة فوق وواحدة تحت يبقى كام؟ 17، ده ده غلط، تمام؟ لأن قلت لك السكشن اللي فات أو المرة اللي فاتت الخلية اللي عندي أو المادة اللي عندي مش عبارة عن خلية واحدة، ده عبارة عن إيه؟ عدد لا نهائي من الخلايا متكررة جنب بعض. فأنا لو جبت الخلية دي وحوطتها من جميع الجهات بخلايا، لو جبت الخلية دي وحوطتها من جميع الجهات بخلايا، بس خلايا إيه؟ خلايا واحدة نفس الشكل، يعني كل الخلايا اللي عندي كلها أشكال ثلاثية. لو جبت شكل ثلاثي بالشكل ده كده وحوطت من جميع الجهات بأشكال ثلاثية تانية، تمام؟ هلاقي النقطة الواحدة بتاعت الأركان اللي هي نقطة التقاطع بين الخلايا مشترك فيها كام شكل ثلاثي؟ ستة أشكال. النقطة الواحدة بتاعت الركن مشترك فيها ست إيه؟ ست أشكال ثلاثية. فبالتالي الذرة بتاعت الركن تتوزع على ست خلايا. يبقى نصيب الخلية الواحدة من ذرة الركن كام؟ ست. طب لو مكعب؟ دوم. يبقى دوم. يبقى أول حاجة عدد الذرات عندي ستة فوق في الأركان وستة تحت. يبقى عندي 12 ذرة. رقم كل واحدة كام؟ ست. زائد الثلاث ذرات اللي موجودين جوه الخليه، هل في خلايا جنب مشتركه فيها؟ لا، طالما الذره اللي عندي او الذرات اللي عندي موجودين جوه الخليه سواء مسدس او سواء مكعب كلهم بيروحوا الخليه. يبقى زي التاني. زي الذره اللي موجوده في مركز الوجه اللي فوق ومركز الوجه اللي تحت. ايه اللي بيحصل فيها؟ بلاقي المستوى اللي فوق دوت بيتقسم لي الذره نصين، نصها من الخليه اللي انا فيها ونصها من الخليه اللي فوق. فدايما ذره الوجه بتتقسم على كام؟ بتتقسم على الخليتين. تمام؟ فبالتالي نصيب الخليه الواحده الذرات اللي قبل كام؟ النص. النص. عندي ذره فوق وذره تحت، اثنين ونص. يبقى عدد الذرات كام بقى؟ ست ذرات. يا اما تستنتجها يا اما تحفظها. عدد الذرات في حاله التزامها ست ذرات. بعد كده عايز استنتج العلاقه بين ايه وبين الار اللي هو نص كل ذره. عايز استنتج العلاقه بين ايه اللي هو طلع مكعب وطلع بالشكل الثلاثي اللي عندي وبين الار اللي هي نص قطر الذره، تمام؟ والله قال لي الذرات القاعده كلها بتمس بعض. الذرات الست ذرات بتوع الاركان والذره بتاع مركز الوجه السبع دول كلهم بيمسوا بعض فوق وتحت. يبقى دايما الذرات القاعده كلهم بيمسوا بعض. يعني لو رسمت القاعده اللي عندي بره بالشكل ده كده وبصرت الاركان بتاعتها انا عارف ان الذرات كلها بتمس بعض، يعني الست ذرات بتوع الاركان بيمسوا بعض، خليها شكلها بالشكل ده كده. دول الست ذرات بتوع ايه؟ بتوع القاعده اللي عندي، ده الشكل الطبيعي او اللي بيكون موجود في الطبيعه عندي، عندي الست ذرات كلهم بيمسوا بعض. والذره اللي موجوده في المركز نفس الورقه اللي بتمسوها. بالشكل ده كده. دول السبع ذرات الموجودين في العقل. ده الشكل الحقيقي بتاعها. لو انا عارف خلي بالك دي القاعدة اللي عندي. عارف ان شوف طلع القاعدة بتساوي ايه؟ كذلك الاقوال اللي جوه كلها بتساوي ايه؟ النقطة ايه؟ كلها ايه؟ النقطة دي من المركز لغاية النقطة دي، ده ايه؟ النقطة دي أو من المركز لغاية النقطة دي ايه؟ فبالتالي الاقوال من المركز لغاية أي نقطة كلهم بيساوي ايه؟ كذلك الطول اللي بره او الاقوال اللي بره عندي كلها ايه؟ كلها بتساوي ايه؟ فبالتالي لو قسمت القاعده عندي مثلثات هيبقى عندي كام مثلث؟ ست مثلثات. كل مثلث مثلث ايه؟ بتساوي الاقوال. انا عندي الاقوال جوه ايه وبره ايه؟ فبالتالي لو خدت مثلث واحد هلاقي الطول ده ايه؟ الطول ده ايه؟ الطول ده ايه؟ فبالتالي القاعده اللي عندي اقدر اقسمها ست مثلثات، المثلث بيكون ايه؟ مثلث بتساوي الاقوال. فبالتالي الزوايا اللي عندي كلها كام؟ 60 60 60. طلعت بقى طول الضلع دوت طلعته بقى بالشكل ده كده. انا عارف ان في نصابه وانا عارف ان دايما النقطه بتاعت الركن هي نفسها ايه؟ هي نفسها مركز الذره.
فانا هحسب هنا ذره بالشكل ده. طبعا الذره اللي هنا النقطه دي هي المركز بتاعها، في نفس الوقت بتمس الذره اللي جنبها، يعني شكلها كده. يبقى هنا الطول دوت او الضلع دوت مره هنا في ار ومره هنا في ار. وانا عارف ان الطول دوت بيساوي كام؟ بيساوي ايه؟ يبقى الايه بيساوي كام؟ الشكل الثلاثي العلاقه بين الايه والار، الايه بيساوي 2 ار. وعدد الذرات كام؟ 6 ذرات. لو عايز احسب بقى الاتوميك باكنج فاكتور معامل الحشو الذري احسبه ازاي؟ بيساوي طبعا عارف ان معامل الحشو الذري 50 مليون مهندس وعامل الحشو الذري معناه ان المعامل اللي بيعبر لي او بيعبر لي عن الحيز اللي الذرات دي بتشغله داخل الخليه. عايز اشوف الذرات دي بتشغل لي حيز قد ايه من الخليه اللي عندي. فمعامل الحشو الذري كان بيساوي ايه؟ بيساوي حجم الذرات، حجم الذرات جوه الخليه على حجم الخليه كلها. طب حجم الذرات بيساوي ايه؟ بيساوي عدد الذرات في حجم الذره الواحده. انا عندي كام ذره؟ عندي 6. في حجم الذره هو نفسه حجم الكوره، يعني 4 3 واي 4 5. يبقى انا كده ايه؟ جبت حجم الذرات اللي موجودين جوه الخليه على حجم الخليه بقى اللي هي عباره عن حجم الشكل الثلاثي. حجم الشكل الثلاثي بيساوي ايه؟ بيساوي مساحه الاعلى في الارتفاع، مساحه الاعلى في الارتفاع. طب المساحه بتاعت الاعلى بتساوي ايه؟ أنا عندي 6 مثلثات، هجيب مساحة المثلث الواحد وأضرب في 6. لو عندي مثلث بالشكل ده كده مساحته بتساوي إيه؟ طول ضلعين بيساوي بين. بص حاصل ضرب، طول ضلعين في ساين بيساوي بين. يعني نص في إيه في إيه؟ يعني إيه تربيع؟ في ساين 60. كده جبت مساحة مثلث واحد، أضرب في 6 دي إيه؟ مساحة القعدة كلها. وبعد كده أجيب الفوليوم بقى بيساوي إيه؟ بيساوي الإريا اللي أنا جبتها في ارتفاع الخلية الأواسي. كده إيه؟ جبت الفوليوم اللي عندي. فبالتالي هنا يبقى الفوليوم بيساوي ايه بقى؟ هو قال لي في علاقه بين السي وبين الاي بالنسبه للشكل الثلاثي، في علاقه بين ارتفاع الخليه والطول العرض. قال لي السي بيساوي كام؟ 1.63 مللي. دي علاقه ثابته، السي بيساوي 1.63 مللي، تمام؟ فعندي هنا الفوليوم هيساوي نص تي ايه تربيع في ساين 60 في 6. في السي بقى اللي هو الارتفاع بيساوي كام؟ 1.63 مللي. يبقى الاكل بتاعي هيساوي ادي حجم الذرات وادي حجم الخليه. هشيل كل ايه واحط مكانها كام؟ 2 ار. هشيل كل ايه واحط مكانها 2 ار بحيث الحجم كله يبقى علاقه في الايه؟ علاقه في الار بس. هلاقي هنا لما اعوض بقى الفوليوم تحت هلاقي الارض بعيد اللي فوق هتجمع الارض كامل اللي تحت طبعا هضرب في 100 هيطلع لي في الاخر يبقى عامل حشو ذري 74%. معنى كده ان الذرات دي بتشغل لي حيز من الخليه مقداره كام؟ 74% من حجم الايه؟ من حجم الخليه، يبقى حجم الفراغ بيساوي كام؟ مكمل بقى 26%. ده بالنسبه للشكل الثلاثي. سيوريتيكال بعد كده في حاجه اسمها سيوريتيكال دينستي او كثافه نظريه. كثافه نظريه معناها ايه؟ معناها هيديني خليه معينه، هيديني مكعب او خليه معينه ويقول لي احسب لي كثافه الذرات جوه الخليه. معنى كلمه الكثافه النظريه معناها كثافه الذرات جوه الخليه بتاعتي. انا عارف الكثافه الرمز بتاعها رو. كثافه اي ماده بتساوي ايه؟ كتله على الحجم، الماس على الفوليوم. هنا بقى لما اطبق القانون دوت على الخليه اللي عندي انا عايز احسب كثافه الذرات جوه الخليه، تمام؟ اشوف الذرات اللي جوه الخليه ديت كثافتها بتساوي ايه؟ فهنا الكتله اللي عندي هتبقى هي عباره عن كتله الذرات، كتله الذرات اللي عندي. كتله الذرات بيساوي ايه؟ بيساوي عدد الذرات في كتله الذره الواحده. كتله الذرات اللي عندي بيساوي عدد الذرات في وزن الذره الواحده. يبقى عدد الذرات ايه؟ في وزن الذره الواحده بيساوي ايه بقى؟ قال لي بيساوي الاتوم ويت اللي هو الوزن الذري على اعتباد النمبر اللي هو 6.23000 في 10^23. يبقى اول حاجه جبت وزن الذرات عباره عن عدد الذرات، عدد الذرات اللي هو ايه؟ الوزن الذره الواحده. وزن الذره الواحده بيساوي ايه؟ الاتوم كويت الوزن الذري على اعتباد النمبر. على الفوليوم بقى اللي هو حجم الخليه. الفوليوم اللي تحت عباره عن حجم الخليه كلها. سواء بقى الخليه شكل ثلاثي هحسب حجمها، سواء مكعب هحسب الحجم بتاعها. ده بالنسبه للكثافه النظريه. يبقى انا كده حسبت كثافه الذرات جوه الخليه العامه. لو عايز اطبع على مثال او قبل ما اطبع على مثال في حاجه اسمها الالكتروبي او البولي مورفيزم اللي هي خاصيه التواصل.
عامل خاصيه اسمها الانتروبي او البوليمورفيزم اللي هي خاصيه التواصل. ده عباره عن ايه؟ قال لي هي ظاهره او خاصيه تغيير التركيب البيولوجي للماده بتغير درجه الحراره. معنى كلمه الانتروبي او البوليمورفيزم معناها ايه؟ ظاهره تغيير التركيب البيولوجي للماده بتغير درجه الحراره. يعني ايه تغيير التركيب البيولوجي؟ يعني الماده اللي عامله لو جبت اي ماده وعنصر وكان نوع خليه بي سي سي، الخليه دي ممكن تتحول من بي سي سي لاف سي سي، يبقى انا كده غيرت في التركيب البلوري بتاعها. يعني نوع الخليه اتغير من بي سي سي لاف سي سي، ده معنى كلمه تغيير التركيب البلوري. بتغير ايه بقى؟ بتغير درجه الحراره. يعني الماده ممكن يكون نوع الخليه فيها بي سي سي، لما اغير درجه الحراره بتاعتها نوع الخليه يتحول من بي سي سي لاف سي سي او العكس، سواء بزود او بنزل درجه الحراره العامه. بمعنى الخاصيه ديت هي عباره عن تغيير التركيب البلوري للماده. يعني نوع الخليه ممكن يتغير من بي سي سي لاف سي سي او العكس. بتغير ايه؟ بتغير درجه الحراره. بالنسبه للنظريه ديت يعني بتحسبها حقيقيه للخليه ولا نظريه؟ نظريه بتحسبها نظريه مش حقيقيه للخليه يعني مش ايه؟ مش حقيقيه الخليه مش حقيقيه ولا ثابت الذرات ذرات جوه الخليه بصراحه نظريه ولا حقيقيه؟ حقيقيه؟ حقيقي ولا نظري؟ دي نظريه. دي انا بحسبها عن طريق قانون، انا لما بحسبها عن طريق قانون دي نظريه. اما في طريقه ثانيه بحسبها في المعمل. في طريقه ثانيه بجيب الذرات واحطها واحسب مسافتها في المعمل. انما اللي انا بحسبها دلوقتي اسمها المسافه النظريه. تمام؟ دي لا للدرجه مش خاصين، يعني الخليه ممكن تكون رايحه بالسي سي تتحول لاف سي لما ارفع درجه حرارتها او لما اقل درجه حرارتها. عشان السؤال ده في الامتحان بيقول لي ايه؟ الايرور او الحديد. الحديد اللي عندك الايرون قال لي لو الحديد دوت موجود عند درجه حراره من 910 ل 1410 بتكون نوع الخليه بتاعته اف سي. لو الحديد اللي عندي سخنته عند درجه حراره من 910 ل 1410 بتكون نوع الخليه ايه؟ اف سي. لو درجه حراره الحديد اقل من 910 او اكبر من 1410 يبقى كام؟ يبقى نوع الخليه اف سي. على حسب ايه؟ على حسب درجه الحراره اللي عندي بحدد نوع الخليه. ده بالنسبه للحديد. عشان كده هيقول لي مثال دلوقتي هيقول لي دي مثال هقوله دلوقتي بالنسبه للحساب النظريه. بيقول لي ايرون ات روم تمبريتشر. ايرون ات روم تمبريتشر، كلمه روم تمبريتشر اللي هي درجه حراره الغرفه اللي هي 20 درجه. تمام؟ بيقول لي حديد عن درجه حراره الغرفه، يعني حديد درجه حرارته هي نفسها درجه حراره الغرفه اللي هي 20 درجه. والله يقدروا 20 مره طيب نوع الخليه ايه؟ بي سي سي. بي سي سي. طالما اقل من 910 يبقى بي سي سي. طبعا 20 اقل من 910 دي اول حاجه. بعد كده قال لي الاتم بريفيوس. الاتم بريفيوس اللي هو نص قطر الذره. الاتم بريفيوس اللي هو نص قطر الذره بيساوي كام؟ 1.24 انجستروم. الاتم بريفيوس بيساوي 1.24 انجستروم. الانجستروم ديت عباره عن ايه؟ وحده طول. هضربها في 10 سالب 8 يبقى انا كده حولتها لسم. كلمة الجسم بواحد طول هضربها في 10 سالب 8 يبقى انا كده حولتها لسم. يبقى هنا قال لي الحديد وقال لي درجة الحرارة. ما قاليش نوع الخلية. فأنا بناء على درجة الحرارة اللي قالها حددت إيه؟ نوع الخلية. وقال لي أه بص قطر الذرة اللي عندي 1.24 جسم ضربتها في 10 سالب 8 حولتها لسم. في وحدة تانية اسمها النانوميتر. في وحدة تانية اسمها النانوميتر. الوحدة دي لو ضربتها في 10 سالب 7 بحولها لسم. سواء الوحدة اللي عندها الجسروم 10 سالب 8 سواء نانوميتر الرمز بتاعها ان ان بضربها في 10 سالب كام؟ 10 سالب 7. بعد كده اديني الاتم كويت. اديني الاتم كويت عندي يساوي 55 58 مللي. عايز يكسب الرو او الثيوريتيكال ديسك اللي عندي. تمام؟ بعمل ايه؟ ادي القانون اللي عندي يساوي ال في الاتم كويت بعد ان عدد الذرات اللي انا جبت على عدد الرمز على الفوليوم بتاع الخليه. لان عدد الذرات على حسب نوع الخليه، نوع الخليه اللي عندي ايه؟ بي سي. عدد الذرات في بي سي كام؟ عدد الذرات في الخليه اللي رايحه بي سي بيساوي كام؟ 2. الاتم كويت بيقول لي كام؟ 55 و 55 وعدد الفوليوم بيساوي ايه بقى؟ طبعا البي سي سي دي عباره عن ايه؟ خليه مكعبه، فبالتالي هحسب حجم المكعب اللي هو حجم الخليه يساوي كام؟ اللي هو ايه ده كريم؟ والله لو مديني ايه اللي هو اللاتي كونستنت بعوض بقى على طول. ده لو مديني ايه؟ طب هنا في المساله مديني ايه؟ مديني الار. انا عارف الرقم من ايه والار في حد البي سي سي بيساوي كام؟ ايه بيساوي 4 ار على جذر 3 ده في حد البي سي سي.
كل تكعيب. طب انا كده عوضت ليه تكعيب اللي لك الاور. انا عندي الاور عوض بيها وعندي لك البيت وعندي الايه اطلع ايه؟ اطلع التصميم النظري اللي عندي. دي مشكله؟ دي بالنسبه للقسمه النظريه. الاتروبي دايما السؤال بتاعها بيجي لي باشمهندس الفرق تاني كده بين الاتروبي والبريزم. الفرق بين بس كان الدكتور اتكلم عليها كده. طب ممكن الحته دي بس هي عموما معناها عموما يعني اللي هو الوقت الخليه اللي عندي لو مثلا زي ما قلت لك الحديد اللي عندي يا باشمهندس والله قلت لك عن درجه حراره 910 ل 1410 يعني مسكنا الحديد عن درجه حراره 910 1410 تلاقي الخليه الصغيره كلها 5 يعني الذرات ترتب جوه الخليه كانها ايه؟ لما اغير درجه الحراره يعني درجه حراره الحديد تبقى اقل من 910 او اكبر من 1810 بيحصل اعاده تشكيل الذرات. اعاده تشكيل الذرات يعني الذرات بتتغير لغايه ما نوع الخليه يبقى ايه؟ يبقى انا كده ايه؟ غيرت التركيب البيولوجي يعني تغيرت التركيب البيولوجي يعني نوع الخليه تحول من بي سي سي لاف سي سي بتغير ايه؟ بتغير درجه الحراره العامه. ده معنى ايه؟ في سؤال كان بيجيلك في الدرس. في الدرس الميكانيكا السنة اللي فاتت، على كثافة نظرية. سؤال كان بيجيلك قبل كده على كثافة نظرية في الميكانيكا السنة اللي فاتت. بيقول لي إيه؟ إديني عنصر معين اسمه وين؟ هو وين؟ إديني عنصر اسمه ريديوم وقال لي نوع الخليه اف سي سي، نوع الخليه اللي عندي اف سي سي، تمام؟ طبعا الدكتور احمد حسن هو اللي كان ايه؟ هو اللي كان مهندس. وقال لي الار اللي هي الالف ريديوس نص متر الذره اللي عندي كام؟ 0.1345 نانو متر. يديني الالف كويت، الالف كويت يساوي كام؟ 102.9 جرام على المتر. دي المسافه اللي عندي، عايز يحسب ايه؟ عايز يحسب الدنسي، عايز يحسب الكثافه اللي هي نفسها السيوريتيكال دنسي. هعمل ايه؟ تعويض مباشر. قال لي نوع الخليه في السي يبقى الان بيساوي كام؟ قلت له القانون العام بيساوي ايه؟ ان في الاف كويت على افراد النمبر على الفوليوم. الان بيساوي كام؟ الاف السي على الافراد بيساوي كام؟ 4. وعندي الاف كويت موجوده وعندي الفوليوم ده. الفوليوم بيساوي ايه؟ نوع الخليه في السي وانا عارف الاف السي خليه متعاقبه يعني حجمها بيساوي 8. طبعا مش مديني الايه؟ اللي هعوض على الايه؟ 3 ار، اديني سبب كام ار؟ حتى الاف سي 4 ار على اساس دي، وكل ده جاي. هشيل الار واحط مكانها كام؟ الرقم دوت وهضربه في 10 اس سالب 7 عشان احوله من نانوميتر لايه؟ سنتي. بعد كده كان في نقطة تاني عايز احسب الاكل فاكينج فاكتور. الاكل فاكينج فاكتور، وعامل حشو ازاي؟ تمام؟ طالما انا عارف نوع الخليه اف سي يبقى على طول هحسب ايه؟ وعامل حشو ازاي؟ بيساوي ايه؟ حجم الذرات على حجم الخليه. انا عندي كام ذره في الاف سي؟ 4. دي حجم الخليه حجم ذره واحده 4 3 3 كمان. جبت حجم الذرات على حجم الخليه بقى بيساوي ايه؟ حجم الخليه اللي عندي لو ايه تكعيب؟ لو بيساوي ايه؟ 4 ار على جذر 2 لكل تكعيب. طب هنا هعوض الار؟ مش محتاج اعوض الار. انا كده كده المعادله ديت هلاقي الار تكعيب بفهم الار تكعيب. يبقى هي دايما ثابته اللي هي كام؟ 4 سنتيمتر. بعد كده في حاجه اسمها الدايركشنز. دايركشنز والبلايز. دايركشنز والبلايز متجهات ومستويات. متجهات ومستويات يعني متجهات؟ كلمه متجه هيقول لي مثل لي متجه جوه المكعب، هيديني الخليه اللي عندي او المكعب اللي عندي فيقول لي مثل لي متجه جوه المكعب اللي عندي او جوه الخليه اللي عندي. معنى كلمه متجه عباره عن خط يشير اتجاه معين. معنى كلمة متجه عبارة عن إيه؟ خط بيشير اتجاه معين. ده معنى كلمة متجه عامة، تمام؟ لو خدنا مثال على طول،
الريدكشن، الريدكشن او المنتجع الرمز بتاع المنتجع عباره عن قوسين بشكل هجري. رمز المنتجع اللي عندي عباره عن قوسين بشكل هجري، يديني ثلاث ارقام جوه القوسين، يديني ثلاث ارقام جوه القوسين. الرقم الاولاني بيمثل لي محور اكس، الثاني بيمثل محور واي، والثالث بيمثل محور زد. يبقى عندي بيديني ثلاث ارقام جوه الخليه اللي عندي، الاولاني بيديني محور اكس، الثاني محور واي، الثالث محور زد. ده بالنسبه لايه؟ المنتجع اللي عندي. لو قال لي مثلا مثل لي المنتجع 1 0 0 هناخد مثال على طول. اول حاجه بعمل ايه؟ برسم المفاعل. طبعا لو بيقول لي مثل لي منتجع معناها مثل لي منتجع جوه خليه، يعني رسم لي منتجع او خط او سهم جوه خليه. دايما الخليه اللي انا برسم جواها لا اما بي سي سي لا اما ايه؟ لا اما اف سي. ما بيدينيش شكل ثلاثي ويقول لي ارسم جواها، دايما لا اما بي سي لا اما اف سي. اول حاجه برسم المفاعل اللي عندي او الخليه بالشكل ده. دي الخليه اللي عندي. بعد كده بحدد نقطه اسمها ايه؟ نقطه الاصل او الاوريجن. نقطه الاصل او الاوريجن بتاعت الخليه اللي هي غالبا بتكون هي النقطه دي. هي نقطه الصفر والصفر والصفر. يبقى النقطه اللي جايه مثبتها هي نقطه الاصل بتاعتي اللي هي نقطه الاوريجن صفر وصفر وصفر. بعد كده بطلع من النقطه دي المحاور. ايه هي المحاور دي؟ ادي محور. اللي طلع لفوق بطلع لفوق. من نقطه الاصل اللي عندي المحور اللي فوق ده محور زد. ده عباره عن محور اكس، ده عباره عن محور واي. تمام؟ يبقى دايما المحاور كلها طالعه من نقطه الاصل. ادي محور زد، ده محور الواي، ده محور الاكس. بس خلي بالك المحاور اللي انا راسمها دي عباره عن الاتجاهات الموجبه للمحاور. المحاور اللي انا رسمتها ده عباره عن الاتجاهات الموجبه للمحاور. يعني دوت اتجاه محور واي الموجب، دوت اتجاه محور زد الموجب، دوت اتجاه محور اكس الموجب. تمام؟ كلهم طالعين منين؟ طالعين من الاوريجن او النقطة الاصل بتاعتي. يبقى الشكل دوت اول حاجه برسمه ده بيقول لي بس الاوريجن بس المفاعل احد نقطه الاصل واحد المحور بتاعتي. دي ثابته في اي ايه؟ في اي رسم بقى سواء دايركشن او سواء جراف. بعد كده بعمل ايه؟ قال لي طول طلع المفاعل اللي عندي بيساوي الوحده. طول طلع المفاعل بيساوي الوحده، يعني ايه الوحده؟ يعني طول بيساوي واحد. سواء بقى 1 مللي، سواء 1 سم، سواء 1 مللي. يبقى انا عارف دلوقتي ان طول طلع المفاعل اي طول طلع المكعب اللي عندي بيساوي واحد، اللي هو مقداره بيساوي واحد. 1 مللي، 1 سم، 1 متر، بغض النظر عن الايه؟ الوحده اللي عندي. هنا بقى المطلع دوت بيقول لي ايه؟ معناه بيقول لي امشي على محور اكس بمسافه مقدارها كام؟ واحد. امشي على محور اكس او امشي موازي لمحور اكس مسافه مقدارها واحد. طب الواي بزد؟ بصفر. هعمل ايه؟ هبتدي من الاوريجن. هتحرك من الاوريجن، انا عارف ان الطول طلع بيساوي كام؟ بيساوي واحد. هتحرك من الاوريجن هنا اول حاجه ايه؟ موازي للاكس. موازي للاكس او يعني همشي على محور الاكس او همشي موازي لمحور الاكس. هتحرك من الاوريجن اتجاه الاكس كام؟ واحد. يبقى هوصل لنهايه البوينت عشان يبقى كده ايه؟ مشيت المسافه كلها هي عباره عن واحد، وانا عارف ان الطول طلع بيساوي واحد. مشيت من الاوريجن لغايه ما وصلت لنهايه الطول اللي عندي، وانا كده مشيت الواحد، مشيت الواحد على محور ايه؟ على محور الاكس. من نفس النقطه اللي انا وصلت لها هتحرك موازي اللي هو كام؟ صفر مفيش، يبقى هفضل واقف زي ما انا. هتحرك موازي الست كام؟ صفر مفيش، يبقى هفضل واقف زي ما انا. بعد كده هوصل من الاوريجن لغايه النقطه اللي انا وصلت لها وعملت السهم بالشكل اللي كده. يبقى ده عباره عن ايه؟ عباره عن منتجع 1 0 0. ده عباره عن منتجع 1 0 0، تمام؟ لو عايز ارسم منتجع 1 1 0 هعمل ايه؟ نفس الوضع، هرسم مكعب واحدد المحاور. بعد كده هتحرك بقى من الاوريجن. هنا بيقول لي اتحرك على محور اكس او موازي محور اكس واحد. هتحرك موازي واي او على محور واي مسافه مقدارها واحد. وزد بصفر. حتى في الاوريجن. هتحرك موازي الاكس او على محور اكس كام؟ دايما بتحرك على اطوال اضلاع المكعب. دايما لو مش مثلا بتحرك او بمشي لازم اتحرك على الاطوال او على اضلاع المكعب اللي عندي. ما ينفعش اتحرك في الفراغ عندي. بمشي على المحاور او بمشي على ايه؟ اطلع من بعد العمل. فهتحرك الاوريجن عندي، هتحرك موازي الاكس او على محور اكس واحد لغايه ما اوصل النقطه دي. من نفس النقطه هتحرك موازي الواي كام؟ واحد. طبعا المسافه مقدارها واحد فبالتالي ايه؟ هتحرك لغايه ما اوصل لنهايه الدوله اللي عندي. وصلت النقطه دي. من نفس النقطه هتحرك موازي الزد كام؟ مفيش. هوصل من الاوريجن لغايه النقطه اللي انا وصلت لها، يبقى ده عباره عن ايه؟ منتجع واحد واحد صفر. ده المنتجع واحد
رايح الصفر، مش كده؟ طب لو عايز بس المتابع واحد واحد واحد، هعمل ايه؟ هتحرك الوش اتجاه اكس واحد، بعد كده نفس النقطه اتجاه الواي كام؟ واحد، بعد كده نفس النقطه هتحرك الوش للزد كام؟ واحد. مشيت المسافه كلها اللي هي مقدارها بيساوي كام؟ مقدارها بيساوي واحد. لو انا وصلت النقطه دي هوصل من الاوريجن النقطه اللي انا وصلت لها هتيجي ايه؟ المتجه واحد واحد واحد. هلاحظ هنا؟ هلاحظ ان الواحد والصفرين عباره عن طول الضلع بتاع المكعب. دايما المتجهات المكونه من صفرين وواحد هلاقيها هي دايما الاضلاع الرئيسيه بتاعت المكعب. المتجهات المكونه من واحدين وصفر عباره عن ايه؟ الاقطار بتاعت الاوجه. الاقطار بتاعت الاوجه بتاعت المكعب العام. المتجهات المكونه من ثلاث وحايد اللي هو كان عباره عن متجه من النقطه دي للنقطه دي، ده عباره عن ايه؟ النقطه دي للنقطه المقابله ليها فوق، ده عباره عن ايه؟ الوتر بتاع المكعب. دايما من ثلاث وحايد هلاقيه هو الوتر اللي بيمشي في فراغ المكعب، الوتر بتاع المكعب. تمام؟ طب لو عايز ارسم بقى المتجه 2 1 0 هعمل ايه؟ انا دلوقتي انا عارف طول ضلع المكعب بيساوي واحد، عشان اتحرك الاوريجن وامشي 2 انا هخرج جوه المكعب، ما ينفعش اطلع بره المكعب، تمام؟ وانا عندي مسافه 2، قال لي لو في رقم اكبر من واحد بقسم الارقام كلها على ايه؟ على اكبر رقم. لو قال لي بس المتجه في رقم عندي اكبر من واحد بقسم الارقام كلها على اكبر رقم عندي، اكبر رقم بيساوي كام؟ بيساوي 2، هقسم الارقام كلها على 2. يبقى واحد نص صفر وامثل المتجه ده. هعمل ايه؟ هعمل نقطة الأصل اللي عندي.
يعني الاوريجن كان مكانها هنا، لا انا هغير مكانها. هغير مكانها ازاي؟ ركزوا معايا، هعمل السنه دي بالشكل ده كده. اي محور وي داش بنزله زي ما هو من غير الداش، اي رقم وي داش او في شرطه بنزله زي ما هو من غير الشرطه. يعني هنا الواحد فيها شرطه بنزلها ايه؟ واحد. الواحد اللي فيها شرطه بنزلها واحد. اي رقم ما فيش وي شرطه بنزله كام؟ بنزله صفر. وبعد كده برسم ايه؟ المتجه اللي هو برسمه ازاي؟ هبدا من الاوريجن، اتحرك هنا بقى طبعا المتجه موجب، اتحرك موجب اكس واحد بيت النقطه دي نفس النقطه، موازي المحور الموجب للواي، يعني اتحرك اتجاه ايه؟ واي كام؟ واحد. جبت النقطه دي موازي الزد كام؟ صفر ما فيش. اذن النقطه اللي انا وصلت لها دي عباره عن ايه؟ عن النيو اوريجن. النيو اوريجن او الاوريجن الجديده بتاعتي. امسح بقى اللي انا عملته وارجع امثل المتجه القديم بتاعي. وده عباره عن نقطه الاصل الجديد. تمام؟ بعد ما انقلها احدد عندها المحاور، اطلع بقى عندها المحاور الجديده وامسح المحاور القديم. ده عباره عن اوريجن جديد. حط عندها موازي محور اكس بالشكل ده كده، يبقى عندي محور اكس. ليش؟ هطلع موازي محور واي نقطه اوريجن، ده عباره عن ايه؟ محور واي. هطلع بنفس النقطه موازي محور زد القديم لفوق، يبقى ده عباره عن ايه؟ محور زد. بدور عباره عن محور اكس موجب اتجاه الموجب بمحور اكس، ده عباره عن اتجاه الموجب بمحور واي. ركزوا بقى ايه اللي حصل، ظهر عندي اتجاه سالب اقدر اتحرك عليه. يبقى ادي الاكس وادي زد الواي. لو دي الاوريجن هيموت. طبعا لو عايز اتحرك في اتجاه سالب الاكس، ده اتجاه الموجب، هذا الاوريجن وده الاتجاه الموجب، عشان اتحرك على الاتجاه السالب، هل في محور اتحرك عليه؟ مفيش حاجه ورا اتحرك عليه، كذلك هو ده الاتجاه الموجب. لو عايز اتحرك في اليمة الثانيه من الاوريجن اللي هو الاتجاه السالب، هل في محور ورا اتحرك عليه؟ فانا بنقل نقطه الاوريجن عشان يظهر لي محاور سالبه اتحرك عليه. فانا هنا لما نقلت الاوريجن ده الاتجاه الموجب. اللي ورا ده عباره عن ايه؟ الاتجاه السالب اكس. ده عباره عن الاتجاه الموجب لواي، اللي ورا عباره عن ايه؟ الاتجاه السالب لواي. هبدا بقى اوقع او امثل المتجه بتاعي. ده الاوريجن. هتحرك في اتجاه سالب اكس، يعني هتحرك لورا الاوريجن، تمام؟ هطلع ورا كام؟ واحد. من نفس النقطة هتحرك في الاتجاه السالب لواي. ده الاتجاه الموجب لواي، لو اتحركت في الاتجاه ده كده، ده عبارة عن الاتجاه الموجب لواي. العكس ده عبارة عن ايه؟ اتجاه سالب لواي. هتحرك في اتجاه سالب لواي كام؟ واحد لغاية ما اوصل للنقطة دي. بعد كده اتجاه زد كام؟ هتحرك بقى في الاتجاه الموجب لزد، اللي هو في نفس اتجاه المحور بتاعي. هتحرك ايه؟ حرك واحد لغايه ما اوصل لغايه البلاك بتاعي. هوصل من الاوريجن الجديده لغايه النقطه اللي انا جبتها، هيديني ايه؟ منتجها 1 داش 1 داش 1. طب لو عندي منتجها 1 داش 1 1 هعمل ايه؟ اول حاجه هحلل الاوريجن. اول حاجه هعملها هحلل الاوريجن اللي عندي. يعني اي رقم في داش هنزله زي ما هو من غير الداش اللي هو 1، واي رقم تاني مفيش او داش ومفيش شرطه في ايه هنزله كام؟ ومثل النقطة دي يديني الاوريجن الجديد. يعني همثل النقطة دي كأني بمثل دايركشن. هو آخر نقطة هوصل لها دي عبارة عن إيه؟ الاوريجن الجديد. وآدي الزد وآدي الإكس وآدي الواي. هنا بقى هتحرك في اتجاه الإكس كام؟ واحد. جبت النقطة دي. اتجاه الواي والزد مفيش. يبقى النقطة اللي أنا وصلت لها عبارة عن إيه؟ عبارة عن نيو اوريجن. اللي هي الاوريجن الجديد. امسح بقى اللي انا عملته واحط المحاور الجديده عند النقطه الجديده، وهطلع من النقطه دي حط راس فوق، ده عباره عن ايه؟ محور زد. امسح محور زد القديم من نفس النقطه، هتحرك موازي الواي بالشكل ده كده، وده عباره عن ايه؟ اتجاه الموجب الواي، وامسح المحور القديم من نفس النقطه. هتحرك اتجاه الاكس، اتجاه الاكس، تمام؟ هلاقي هو نفس المحور ده، هتحرك اتجاه الاكس دي نفس المحور. وانا كده ايه؟ وقعت المحاور الجديده على النقطه الجديده. بعد كده بقى ارجع بس ايه؟ المنتجات بتاعي. دور شايفين الاوريجن؟ ده الاتجاه الموجب لاكس، ده الاتجاه الموجب لواي، ده عباره عن الاتجاه الموجب لزد. هتحرك في اتجاه سالب الاكس، فين اتجاه سالب؟ اليمه الثانيه من الاوريجن، يعني هرجع ورا الاتجاه سالب الاكس كام؟ واحد، جبت النقطه دي. من نفس النقطه هتحرك في الاتجاه الموجب لواي كام؟ واحد. نفس النقطة دي هتحرك نفس النقطة في الاتجاه الموجب بزد كام؟
واحد كيلومتر. عاصمة الاورجن الجديدة لو عندي النقطة دي ايه؟ متجر واحد داش مشكلة؟ طب لو عندي متجر اثنين داش واحد صفر هعمل ايه؟ هقسم الأول ولا أنهي الأول؟ هنهي الاورجن الأول ولا أقسم الأول؟ لا أقسم الأول، عندي أرقام أكبر من واحد هقسم الأول، هقسم الأرقام كلها على أكبر رقم يبقى واحد داش نص. بعد كده أعمل ايه؟ هنهي الاورجن يعني كان ايه؟ هل الاورجن اللي عندك كاني هقسم المنتجب واحد صفر؟ طبعا لما اجي الاورجن هلاقي نقطه الاورجن الجديده عباره عن ايه؟ النقطه دي. ادي الزد وادي الاكس وادي الواي. هنا بقى لما اجي الاورجن حرف بجاي اكس واحد طبعا زد يجي صفر واي صفر وتلاقي عباره عن ايه؟ الاورجن الجديد. رمز اللي انا عامله الاورجن الجديد ده عباره عن محور اكس دوت عباره عن محور واي ودوت عباره عن محور زد. طلع المحاور كلها في الزوز دي وامسح المحاور ده. ابدا بقى اوقع ايه؟ الدايركشن بتاعي هتحرك الاتجاه السالب محور اكس كام؟ واحد يعني هطلع ورا واحد دي النقطه دي. هتحرك الاتجاه محور واي كام؟ نص يعني المسافه كلها واحد هتحرك نص المسافه نفس النقطة حرف اتجاه الزد كام؟ مفيش صفر. هوصل للأورجن الجديدة لو قعدت النقطة اللي أنا وصلتها دي منتجها كام؟ 2 داش أحسن مش كده؟ بعد كده في حاجة اسمها اللينير بريسي كثافة خطية. أنت لو وقفت؟ في مسائل يعني مثلا لو مدينا نص داش نص داش عادي تشوف يا باشمهندسين لو مدينا مثلا 2 1 داش 0 هعمل ايه؟ هقسم على اكبر رقم. اكبر رقم كام؟ 2 يبقى 1 نص داش نفس الوضع. هعمل بقى الاورجن هديله ازاي؟ اي حاجه جوه داش هنزلها زي ما هي بقى داش هديله نص ده صفر ونص. يبقى لما اجي الاورجن بقى اعملها ازاي؟ لو انا رحت الامتحان مش ايه؟ مش هيفضل يتلعب. اجيب حاجات سهله مش هيفضل. ادي الاكس وادي الواي. اوقع الاورجن هبدا الاورجن القديمه تمام؟ اتجاه الاكس كام؟ مفيش. اتجاه الواي نص يعني هتحرك نص المسافه دي. دي النقطه دي. بعد كده في نفس النقطه اتجاه الزد مفيش. يبقى دي عباره عن ايه؟ الاورجن الجديد. يبقى ادي الزد وزن الاكس بقى ده عباره عن ايه؟ اكس وزن الواي ده عباره عن الواي تمام؟ وامسح المحاوله دي وامسح المحاوله دي بعد كده ابدا اوقع بقى ركزوا معايا عايز اوقع المنتجع بتاعي هبدا بوجه جديد هتحرك اتجاه الاكس كام؟ واحد هتحرك اتجاه الاكس واحد يعني اذا همشي موازي الاكس او على محور الاكس بس انا منظرها واحد يعني هتحرك من هنا اتجاه الاكس اهو نمشي المسافه كلها وسبت النقطه دي. بعد كده الاتجاه السالب ايه؟ واي نص. لو اتحركت كده يبقى انا كده بتحرك في اتجاه دول الواي لو اتحركت لورا يبقى انا كده بتحرك ايه؟ الاتجاه السالب لورا. طبعا ده اتجاه سالب وهتحرك لورا كام؟ نص. لما اتحرك نص هوصل لغايه النقطه دي من نفس النقطه اتجاه السالب كام؟ مفيش. وسبت النقطه دي هوصل من الاوجن لغايه النقطه دي ايه؟ بعد كده في حاجه اسمها اللينير بريسي. في حاجه اسمها اللينير بريسي او الكثافه النظريه. الكثافه النظريه يا باشمهندسين دلوقتي الخط، الخط اللي انا برسمه جوه المكعب اللي عندي انا عارف المكعب اللي عندي موجود فيه ايه؟ موجود جواه ذرات، عارف المكعب اللي عندي موجود فيه ذرات. فالخط اللي انا برسمه ممكن يمر بايه؟ ممكن يمر بالذرات اللي موجوده جوه الخليه اللي عندي. وعايز يحسب الكثافه الخطيه. معناها ايه؟ عايز احسب كثافه الذرات اللي الخط هيمر بيها او عايز اشوف الخط بتاعي او الدايركشن بتاعي هيمر بذرات قد ايه جوه الخليه. يبقى معنى ايه؟ اللينير دينستي معناها ايه؟ انا نمبر اوف اتومز.
عدم الاستمرار الدايركشن او عدم الاستمرار الدايركشن هيمر بيها جوه الخليه على اللينس والدايركشن على اللينس والدايركشن. عايز احسب كثافه الاستمرار على الخط العام عباره عن ايه؟ عدم الاستمرار للخط او الدايركشن هيمر بيها على طول الدايركشن العام. تمام؟ طب الدايركشن ده عباره عن ايه؟ عباره عن سهم. تمام؟ هل هقدر احسب طول السهم؟ لا، دايما بحسب الطول بتاع الدايركشن جوه الخليه بس. بحسب طول الدايركشن داخل الخليه بس، ماليش دعوه بالسهم. يبقى هنا دلوقتي لو خدت مثال بقى عايز احسب اللينير دنسيتي الخط او الدايركشن بحسب الزون. اول حاجه هعملها لازم احسب الاول. لو قال لي احسب اللينير دنسيتي لاي متجه لازم احسب الاول. هرسم الدايركشن. قال لي زد وقال لي اكس وقال لي واي. بعد كده طبعا ده الاكس ده الواي ده الزد. هنحرك البروجن اتجاه الاكس كام؟ واحد. طبعا الواي ده صفر، زد بصفر، وده عباره عن ايه؟ النقطه اروح النقطه بصفر، اوصل البروجن واحط النقطه يديني ايه؟ دايركشن واحد صفر صفر. بعد كده الدايركشن او طول الدايركشن اللي جوه الخليه بس هطلعها بره بالشكل ده كده. ماليش دعوه بالسهم كله. هشتغل دايما على طول الدايركشن جوه الخليه. طلعت بره، عايز اشوف بقى الدايركشن دوت او الخط دوت مر بذرات قد ايه؟ انا عارف لو نوع الخليه بي سي سي عارف ان في عندي ذره كل ركن من اركان الخليه اللي عندي في عندي ذره موجوده فين؟ في مركز المكعب. هل الخط دوت لو افترضت مثلا ان الخليه اللي انا فيها هي نفسها الخليه دي، الخط دوت عباره عن ايه؟ الخط اللي ماشي تحت، هل بيمر بالذره اللي موجوده في مركز المكعب ولا هي الذره اللي موجوده هنا؟ ما بيمرش فيها. تمام؟ طب انا عندي ذره هنا وعندي ذره هنا، فبالتالي الخط دوت هيمر بالذره اللي موجوده في الركن هنا والذره اللي موجوده في الركن هنا. وانا عارف ان النقطه دي عباره عن مركز الذره، والنقطه دي عباره عن ايه؟ مركز الذره، يبقى حاسب هنا ذره. بحيث النقطه هي نفسها مركز الذره، وحاسب هنا ذره، بحيث النقطه دي هي نفسها ايه؟ مركز الذره اللي عندي. اسمعوا معايا بقى، لو الخط اللي عندي قطع القطر كله او مر بالقطر كله بتاع الذره، يبقى كانه مر بايه؟ كانه مر بذره كامله. فانا بحسبها معايا كان مر بالذره كلها. انما طالما الخط وصل للسنتر وقف بمعنى كده ايه؟ مر بنص الذره اللي عندي. ركزوا معايا، الخط اللي عندي كان شكله كده. طالما الخط مر بالقطر كله بتاع الذره ووصل لاخر الذره، يبقى كده كانه مر بالذره كلها هنا وهنا. يبقى انا كده بحسب عدد الذرات اللي الدايركشن اللي عندي او المتجه مر بيها عباره عن كيلو. اما هنا ايه اللي حصل؟ الدايركشن اللي وصل للسنتر هنا بتاع الذره ووصل للسنتر هنا، لما وصل للسنتر او مر بنص القطر بس، ومعنى كده مر بايه؟ نص ذره هنا ومر بنص ذره هنا. في مشكله؟ عايز احسب بقى اللينير دنسيتي بتساوي ايه؟ بتساوي عدد الذرات اللي المتجه مر بيها اللي هي كام؟ نص ونص واحد على طول المتجه. الطول دوت بيساوي ايه؟ اللي هو الطول ده المكعب اللي هو اللافت كونستنت اللي هو ايه؟ طبعا لو اداني ايه؟ معوض بيه. لو ادينا الار بجيب العلاقه بين اليو والار في حاله الدي سي معوض بيه. لما نوع الخليه اللي عندي اف سي، لما نوع الخليه اف سي نفس الخط ونفس المتجه، عايز احسب اللينير بيس احسبها ازاي؟ نفس الوضع. انا ادي الخط اللي عندي هنا ذره، في عندي هنا ذره، وانا عارف الاف سي في عندي ذره في مركز كل وجه، مركز كل وجه موجود فيه ذره. هل الخط دوت هيمر بالذره اللي موجوده في مركز الوجه؟ لا، بعيد عنها. فبالتالي نفس الوضع هيمر بالذره اللي هنا والذره اللي هنا، يبقى نص هنا ونص هنا. تمام؟ يبقى نفس الوضع هلاقي اللينر بيساوي واحد على طول الخط اللي هو ايه؟ طب لو عايز امثل الدايركشن واحد واحد صفر هعمل ايه؟ اول حاجه برسم الدايركشن. حرك الموجب اتجاه الاكس كام؟ واحد. بعد كده من نفس النقطه اتجاه الموجب واي كام؟ موازي الواي واحد في النقطه دي. اتجاه الزد مفيش. اوصل من الاورجن لغايه النقطه يديني المتجه واحد واحد صفر. عايز احسب بقى اللينيا في اس تي في حاله الاس سي وفي حاله الاف سي. الخليه اللي عندي اس سي تمام؟ اللينيا في اس تي تساوي ايه؟ اول حاجه طول الخط ركزوا معايا، طلعت الخط ده مره بالشكل ده كده. الطول بتاع الخط ده يساوي ايه؟
ايه الجهاز الكهربائي؟ دايما المتجهات الباشمهندسيه المكونه من سكرين وواحد على ايه هي عباره عن الاضلاع الرئيسيه بتاعت المكعب، فبالتالي دايما الدور بيساوي ايه؟ الدور بيساوي ايه؟ دايما المتجهات المكونه من حدين صفر بغض النظر بقى عن الترتيب سواء واحد واحد صفر او صفر واحد واحد او واحد صفر واحد، دايما تكون هي الاقطار بتاعت الاول، فدايما الاضلاع بيساوي ايه؟ اللي هي طول المتجه بيساوي ايه؟ جذر كبير، تمام؟ طب الاطوار او المتجهات اللي هي عباره عن ثلاث وحيد سواء سالب او موجب، المهم ان في عندي ثلاث وحيد دي عباره عن ايه؟ القطر بتاع المكعب، القطر بتاع المكعب اللي بيمر في المركز بتاع المكعب، فدايما طول بيساوي ايه؟ ايه الجذر الثلاثي، تمام؟ فانا هنا عندي المتجه 1 1 0 اللي هو القطر بتاع الوجه اللي تحت، طول بيساوي كام؟ ايه الجذر الثلاثي؟ طب بيمر بعدد ذرات قد ايه؟ نوع الخليه بس سي. القطر دوت اللي هو طالع النقطه دي ماشي النقطه دي تحت، وانا عندي بقى ذره عندي في مركز المكعب، هل القطر اللي تحت هيمر بالذره اللي موجوده في المركز؟ مش هيمر بيها. واذا هيمر بالذره اللي موجوده هنا والذره اللي موجوده هنا، عشان عندي ذره في مركز او عند كل ركن. عند كل ركن يعني كان المكعب اللي عندي في ذره. فهنا في ذره طبعا هيوصل للمركز ويقف، وهنا في ذره. يبقى هنا مر بنص ذره، هنا مر بايه؟ نص ذره. يبقى اذا اللينير بيساوي واحد على ايه لازم تكون. في مشكله؟ طب لو نوع الخلية ايه؟ بعد نص ونص واحد دي كام؟ اثنين على ايه؟
يا اما يديني ايه يا اما يديني ايه يا اما يديني فاول. طب لو عندي مبتدا 2 1 0 وحدين وصفر اللي هي اختار الاول.
الجذب بتاعها بيساوي كام؟ ايه جذب بالنسبه لعدد الذرات اللي بيمر بيها. طالما قطر الوردة ونوع الخلية اف اس سي يبقى هنمر بايه؟ هنمر بالذرة اللي موجودة في مركز الوردة. انا عندي في الاف اس سي في عندي ذرة في مركز الوردة تمام؟ وعندي القطرة والمنتجع اللي عندي عبارة عن قطر لأحد الأوجه، قلت لها هنمر بالذرة بتاعت الايه؟ بتاعت الوجه كلها. يبقى هنمر بالذرة بتاعت الوجه. وانا عارف ان في ذرة هنا عند الركن ده، ذرة عند الركن ده هيمر هنا بالنص وهيمر هنا بالنص. يبقى عندي كام ذرة؟ اثنين هقسمه على كام؟ على ايه؟ طبعا في الامتحان كان بيديني ايه؟ اجازه بيديني الار تمام؟ في الامتحان كان بيديني الار ونوع الخليه اف سي. فبالتالي الاف بيساوي كام؟ الاف بيساوي 4 ار على اجازه بي. وعندي الار عباره عن ايه؟ المسافه الخطيه اللي انا كده عايزها. المشكله؟ هنزل دلوقتي معاك السكشن الجاي دينستي وناخد السكشن الجاي.